نرحب بالمطرب المصري فارس على هامش فعاليات حفل القرن المقام باستاد القاهره. برحب فيك معنا فارس على شتغل. اهلا فيك، منور الدنيا كلها ومنورين. فارس، اليوم كمان شويه بنشوفك على المسرح، ماذا تنوي ان تقدم لجمهورك؟ اكيد اليوم اخترت، يعني اخترت اغاني طبعا، البومات قديمه قوي، اخترت اغنيه سحرك ماله مسيل ويا شوق يا شوق وحنتوب لندوف غرامك دوب وبنت بلادي لا بنادي ولا بعشق دي، ان شاء الله يعني حسب الوقت ان شاء الله. الجمع اليوم كتير حلو، فكره الثمانينيات والتسعينيات من المطربين، طبعا انتوا اصدقاء حوالي 25 نجم بتجمعوا اليوم، كيف بتشوف هذا الجمع؟ طبعا حاجه فرصه حلوه جدا جدا ان انا اقابل ناس من جيلي عظماء، يعني انا عشت معاهم اجمل ايام عمري، هو كان ناقصهم بس الفنان الكبير حميد الشاعري، بس ان شاء الله باذن الله دي نوال حفلات تانية جايه كتير باذن الله وربنا يسهل. هذا الحفل اللي يشارك فيه ما يقرب من 25 مطربه مطربه، فكره الكوكبه والجمعه الحلوه والذكريات الجميله والصحبه، طبعا اكيد انت على الستيج اليوم افتكرت كتير من الذكريات. قبل الستيج كمان لما دخلنا وشفنا بعض جوه في الكواليس وافتكرنا ذكرياتنا، دكتور علي حميده زميلي في الاكاديميه وعلاء وحنان وفارس شايفاه من بعيد هو بيشاور يعني، ومحمد فؤاد وكل الناس الجميله دي واسماعيل، ويعني الحقيقه انا سعيده جدا جدا، وحمدي الجنايني كوكبه جميله، ولسه اللي طالعين بقى كمان احمد جوهر وابراهيم عبد القادر. فكره عجبتني جدا جدا، و الحفلة دي هي ذكريات للأجيال اللي كانوا قبل كده، فلما يجوا حفلة زي دي يعني في أغاني كتير هيلاقي إن هو حب عليها، يعني اتجوز خلف، فكل دي ذكريات، فبيجي يعيد ذكرياته. اللي عجبني كمان أكتر بقى إن لقيت معظم الجمهور شباب. الأغاني اللي أنت غنيتيها على المسرح كنت محضراها ولا وفقا لطلب الجمهور؟ لا طبعا احنا عاملين بروفات، بس احنا عارفين كمان ايه الاغاني بتاعتنا اللي عندها صدى وليها ذكريات، يعني تاكسي على سبيل المثال كانت اول فيديو كليب عملته في العالم العربي، وبتكلم جد كان اول فيديو كليب ودويتو للجيل الحديث مع حميد الشاعري، وحقق نجاح كويس قوي بوقتها ولا زال، وماشيه وساعتي مش مظبوطه ومش نظره وابتسامه طبعا يعني، فكانت حاجه حلوه الحقيقه. هي طبعا انا حماده اساسيه عندي في كل الشغل اللي انا بغنيه، يعني حتى لما بكون في افراح او في حفلات حماده بالنسبه لي هي الاغنيه الاساسيه، بغنيها في كل مكان، حتى ساعات بيكون في فرح العريس مش حماده مثلا اسمه كمال مثلا، فبقول والله بحبك موت يا كمال، يعني واخد بالك؟ وانا هنشوفك في حفلات القرن اللي هتبقى في محافظات كمان الجايه، في اي حته فيها تجميع مصريين حاجه تجمعنا انا معاكم ان شاء الله.